عامل ايه يا كابتن محمد؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ اخبارك ايه؟ تمام. انا فرحان ان انت جاي في مكسب النهارده. انا كنت قلقان جدا تكون معايا بعد ماتش نيجيريا، يعني كنت برضو كنت عايزك تطلع معايا طاقه. لا بس قلت النهارده الدنيا اهون شويه. لا لا لا، بعد ما كانش ينفع اطلع بعد ماتش نيجيريا. انا هروح في داهيه. لا لا، كنا ممكن الحلقه تتقفل انا وانت، لان انت انا كلمتك بعد الماتش. انت كنت من الناس اللي بتأيد المدعو. انا شو اسمه وما زال ليه؟ لا مش للدرجه دي يا كابتن محمد. كابتن يعني انا ما احبش حد يضحك علينا. انا بكلمك بجد، النهارده مكسبنا اللعيبه في الملعب رجاله. في ناس رجاله، في ناس مهاره محمد صلاح. النهارده التشكيل اللي خسرنا ماتش نيجيريا اللعيبه. لا ما هو يعني هو اشمعنى المدرب بيتحاسب لما بنخسر ولما بنكسب نقول انت عارف الناس طالعه النهارده تقول ايه يا كريم؟ من الايجابيات ان هو حط اللعيبه في مكانها. نعم ايوه انا قلت كده. انت قلت انت كمان كده؟ انا اصلا اول حاجه حمدت ده كلام عليها ربنا، قلت الحمد لله مبدئيا كده انه حط اللعيبه في مكانها. يا عم رامي، انا جايب مدرب بياخد ملايين الملايين عشان يحط لي اللعيبه في مكانها؟ طب مش يعني عشان يحط لك ايجابيات، يعني يحط لك مش في مكانها عشان تقول عليه مدرب. ما هو النهارده مش هو اللي حطها في مكانها. امال مين اللي حطها؟ لا اكيد اتقال له. لا يعني مستحيل. لا في ناس قعدت معاه. ما اصل هي يا كابتن الموضوع يعني قلب الدنيا. يعني هو برضه الراجل هو مشكلته انه بياخد القرار من دماغه. هو فاكر او حاطط في دماغه ان الشعب المصري مثلا فهمش في الكوره، الناس دي مثلا زي المنتخبات اللي هي ضعيفه او لا لا يعني لا ده الشعب المصري اكله وشربه هي كره القدم. انا هقول لك على لكن هو اختلافه ان هو بيبقى مصمم على حاجه وحاجه غلط. يعني يا ريت بيصمم صح هنبقى في ظهره، لكن هو انت بتعمل حاجات مش مظبوطه طبعا ما الدنيا لازم تيجي عليك. ده بيقول حاجه خطيره. مين هيحط التشكيل؟ لا انا بصراحه الجهاز المعاون اللي مع الناس تقيله قعدت معاه وعملوا اجتماع مع الكابتن ضياء وكابتن شوقي وقالوا له شريكهم. طب وفعلا ايه حلو بياخد راي الجهاز المعاون ده يبقى حلو قوي باجبار. ما هو ما كانش بياخد النهارده اللي لعب عبد الله سعيد الجهاز المعاون وكانوا هيلعبوا رمضان صبحي مش مرموش. انت فاهمني شويه التغييرات وصلاح ناحيه اليمين. ها مين اللي لاعب مرموش؟ هو صمم على مرموش. مرموش لعيب كويس بس هيتحرق كده. مرموش عمل ماتشين ليبيا هايل. ممكن اخد ودي معاك؟ طبعا. حلو. الماتش اللي فات كلنا ما سيبناش كروش، كلنا انتقمناه هاجمناه عشان كانت ماساه اللي حصل في ماتش المنتخب النيجيري. كان ماساه من كل المقاييس. ده حقيقي. بس هو لما هيكسب هنقول بقى هو مش هو اللي حاطط التشكيل ومش هو اللي ادار المباراه يعني انت بالله عليك انت عايز تكسب طلع مصطفى محمد برده النهارده وتنزل انا لو مكانه هقول لك بعد ما طلعت مصطفى محمد جبنا الجون. جبنا الجون بايه؟ على فكره انا زي زيك. اما انا فاهم انت بتتكلم بلسانه بس يعني عارف احنا جبنا الجون ازاي؟ مهاره محمد صلاح. انت معاك احسن لعيب في العالم. لو مش محمد صلاح اللي هيجيب دي مين اللي هيجيبها؟ طب محمد صلاح ليه ما كسبناش نيجيريا احسن لعيب في العالم؟ ما هو كانش بيلعب في مكانه. النهارده انت دخلته راس حربه برده شويه على فكره الفرد. الجون جه في بوزيشن غير مكانه. لا لا هو في ليفربول بيتحرك كده وبيتحرك كده. لا 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 هو من ناحيه اليمين النهارده من احسن ماتشات صلاح. بس خد بالك الجول اللي جابه محمد صلاح جه بعد ما اتحط هو يعني جاب زيزو على اليمين وحط هو مهاجم تاني مع عمر مرموش لو تفتكر. ايوه يعني حر. ما هو انت خلاص انت بتلعبه حر، انما انت من اول الماتش بتلعبه فرويد وبظهره واي حد بيخبط. هرجع لك نتصافى مع بعض. شوف بس الكابتن اهو يعني انا بحب الحوار معاك.